بحسب ما تم الكشف عنه حتى الآن، أن القنبلة تم زرع هذه القنبلة في سيارة أو تحت سيارة أحد ضباط الشرطة الذي كان من المفترض أن يذهب من ولاية ماردين إلى ولاية سرت لتأمين المهرجان الخطابي. طبعا السيارة كانت بحسب معظم المصادر التركية ووسائل الإعلام وحتى بيان أو ما ذكرته القناة الحكومية، السيارة كانت في مدينة صيبين في ولاية ماردين، وتم إيفاد هذا الضابط الشرطة إلى ولاية سرت، حيث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان لديه هناك افتتاح عدة مشاريع ثم مهرجان خطابي. أحد الضباط صديق الضابط الذي يملك هذه السيارة انتبه إلى وجود جسم غريب تحت سيارته، فقام بإبلاغ فورا بالإبلاغ. على الفور قدمت فرقة مكافحة المتفجرات وتم تفكيك هذه القنبلة، وتم بحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام تم التكتم على هذه المعلومات لحين انتهاء المهرجان الخطابي. قبل قليل تم الإعلان عن هذا الموضوع. هناك رواية أخرى حتى الآن، يعني كما ذكرت الخبر كان قبل قليل، لا توجد رواية رسمية كاملة، لكن كان هناك رواية أخرى تتحدث عن أن السيارة كانت مركونة في مكان سيمر منه موكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن حتى الآن ما أكدته وزارة الداخلية التركية، وهي المعلومات الثابتة الأكيدة، أن السيارة كانت موجودة فعلا في مدينة صيبين، وتم زرع القنبلة وتعود لضابط شرطة في مكافحة الشغب تم إيفاده إلى ولاية سرت حيث التجمع.